للوهلة الأولى يخيل لك أن ما تراه هو صور شمسية وليست لوحات فنية من إبداع الفنان عصام بالقيدومة أو ما يعرف بعصام الرسام، فقط بقلمه الجاف ليسطر أبهى حلة لشخصيات مشهورة سياسية ورياضية وفنية بهذه التقنية التي أحدث بها ثورة في مجال الرسم بالرغم من صعوبة هذه التقنية. التقنية اللي راني نستعمل فيها الآن هي تقنية الرسم بالقلم الجاف. قلم الجاف متخصص في رسم البورتري. رسم البورتري الشيء اللي نعرفوه أنها صعبة، رسم البورتري حتى بقلم الرصاص صعبة. التقنية التي تفنن فيها الرسام أكد من خلالها أن غلاء اللوحات ليست بالضرورة هو غلاء التقنية أو الأدوات المستعملة في رسمها لكي تحقق الشهرة والإقبال المطلوب. اخترت القلم الجاف ومن تقنية الرسم بالقلم الجاف حبيت نمرر رسالة للشباب. الرسالة وشي هي؟ أنه رسمة الألوان الزيتية ممكن تخسر عليها مليون أو جملين، نقدر ننفسها أنا بقلم جاف. عصام الرسام الذي يعاني التهميش من طرف السلطات المعنية رغم حوزته على بطاقة الفنان يملك في جعبته العديد من اللوحات العالمية التي أهلته للمشاركة في مهرجانات وأعمال فنية.